الرابعة والنصف، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة، وتوتر في الحرم القدسي على خلفية اقتحامها من طرف قوة الاحتلال الإسرائيلي. الحركية تعود إلى مختلف القطاعات المرتبطة بالملاحة البحرية بعد فتح الخطوط بين المغرب وإسبانيا. معنا مباشرة من ميناء الجزيرة الخضراء مبعوث القناة صديق بن زينة. أسعار المحروقات والمخزون المتوفر من هذه المادة أمام مجلس المستشارين في حصة الأسئلة الشهرية الشفوية. بعد إغلاق قصري لسنتين، أبواب المساجد تفتح مجددا لإقامة صلاة التراويح، هو موضوع فقرة نبض المجتمع مع سعاد زتار. أهلا بكم، نستهل نشرة بالوضع في فلسطين. التوتر ما زال سيد الموقف بالقدس المحتلة على خلفية إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام الحرم القدسي والاعتداء على المصلين، في وقت شن فيه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء سلسلة غارات على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. يونس رفيق. بعد اعتداءات المسجد الأقصى ومحيطه في القدس، والتي خلفت على مدى 3 أيام متتالية إصابة أزيد من 170 شخصا، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعقد جلسة طارئة مغلقة لبحث حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. خطوة التهدئة سبقتها خطوة تعسفية أخرى من الجانب الإسرائيلي على محافظة خان يونس، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على المحافظة المتواجدة شرق قطاع غزة. حسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فالأمر يتعلق بأربعة صواريخ استهدفت بها الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا غرب خان يونس، مخلفة خسائر مادية جسيمة دون وقوع إصابات. من جهته الجيش الإسرائيلي يقول بأنه هاجم ورشة لإنتاج الأسلحة تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ اعترضته القبة الحديدية. من جهة أخرى، أطلقت الزوارق البحرية الإسرائيلية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة نيران رشاشاتها بكثافة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب ميناء رفح جنوب القطاع، وكذلك في بحر السودانية شمالا. والتطورات والأحداث التي تعرفها القدس المحتلة والمسجد الأقصى كانت موضوع المكالمة الهاتفية التي جرت أمس بين جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس وعاهل المملكة الأردنية عبد الله الثاني الذي يتولى الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريفة. العاهلان اعتبرا أن من شأن هذا التصعيد أن يزيد من مشاعر الحقد والكراهية والتطرف، وأن يقضي على فرص إحياء عمل السلام بالمنطقة وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. والسفير الفلسطيني بالرباط يثمن موقف المغرب الرافض لأي إجراءات ترمي إلى تغيير الموروث الحضاري والديني لمدينة القدس. جمال الشبكي أكد على أن بلاغ الخارجية المغربي الذي صدر السبت وضع النقاط على الحروف بشأن الموقف المغربي، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي عنه بشكل رسمي، معربا عن أهمية تكثيف المملكة المغربية لاتصالاتها لوقف العدوان الإسرائيلي الأخير. بدورها أشادت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، أشادت بموقف جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس الثابت والداعم لفلسطين ولقضيتها. باقي الأنباء الدولية نوردها في مختصرات النشرة، والبداية من أوكرانيا مع جليلة بن فتان. ماكرون ولوبين يواصلان الحشد مع اقتراب جولة حسم الانتخابات الفرنسية الأحد المقبل. وقبل هذا التاريخ تتواصل المنافسة بين المرشحين إيمانويل ماكرون مرشح حزب الجمهورية ومنافسته مارين لوبين مرشحة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكن بخطوات صغيرة من أجل التحضير لمناظرة الأربعاء التي يمكن أن تمثل نقطة تحول في حملة الدورة الثانية، حيث ستختار فرنسا في غضون أسبوع من ستعاد إليه بمفاتيح مفاتيح الإليزي لولاية من 5 سنوات. بعد انقضاء مهلة نهائية حددتها روسيا للمقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول لإلقاء السلاح، كييف أكدت أن جنودها في المدينة سيقاتلون حتى النهاية ولن يستسلموا. من جهة ثانية، أعلنت تعليق الممرات الإنسانية لليوم الثالث على التوالي لعدم توصل لاتفاق مع الجانب الروسي، خصوصا مع استمرار القصف في منطقة دونباز شرق البلاد.
بمدينة شنغهاي الصينية بؤرة جديدة لتفشي كورونا، 3 أشخاص توفوا اليوم جراء الوباء الذي انتشر بالمدينة التي يعيش سكانها في ظل إغلاق تام داخل حيز التنفيذ الشهر الماضي إثر تسجيل مئات الآلاف من الإصابات بالمتحورة أوميكرون السريعة الانتشار في المدينة التي ستشهد الآن جولة أخرى من التطعيم الجماعي، وهو ما يعني استمرار الإغلاق الصارم لأسبوع رابع. في موضوع آخر، بإعادة فتح الطرق البحرية بين إسبانيا والمغرب يعود دوران عجلة مختلف القطاعات المرتبطة بالملاحة البحرية بميناء جزيرة الخضراء، أهم ميناء يؤمن تنقل الأفراد والسلع بين البلدين الجارين. الميناء بدأ يسجل توافدا هاما للجالية المغربية الراغبة في العبور نحو وطنها الأم. ومباشرة من ميناء الجزيرة الخضراء ينضم إلينا مبعوث القناة صديق بنزينة. أهلا بك صديق، إذا كيف تصف لنا الوضع الآن بعد إعادة فتح الخطوط البحرية خاصة التي تربط بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسطة، وما أهمية هذا الخط البحري في عملية عبور مغاربة المهجر؟ نعم، وصلنا للتو إلى ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا، ولاحظنا كيف أن هذا الميناء بدأ يستعيد عافيته، حيث بدأت الحركة التجارية تستعيد عافيتها شيئا فشيئا، فالمسافرون يتقاطرون الآن وبوتيرة تصاعدية على هذا الميناء من أجل العبور إلى ميناء طنجة المتوسط، وهو ميناء مهم هنا في الجنوب الإسباني، يعول عليه في تأمين عملية العبور سواء خلال الفترة العادية وكذلك خلال عملية مرحبة، حيث يؤمن هذا الميناء حوالي 6 ملايين مسافر، 5 ملايين منها تعبر إلى الموانئ المغربية وإلى ميناء سبتة المحتلة. هنا بميناء الجزيرة الخضراء الكل يتحدث عن أمل قادم في انتعاش الحركة الاقتصادية المحلية والجهوية هنا بالجنوب الإسباني، وذلك بفضل عبور مئات الألاف بل الملايين من المغاربة إلى أرض الوطن الأم. بعض المنشورات الإبرية تتحدث هنا عن سنتين عصيبتين على هذه المنطقة، حيث شلت الحركة بالكامل حين إغلاق الخطوط البحرية بين الضفتين، وهذه المنشورات الإعلامية تتحدث عن خسائر تقدر ب 200 مليون أورو تكبدها ميناء الجزيرة الخضراء خلال هاته السنتين وفسخ أكثر من 500 عقد عمل. اليوم الوضع وضع آخر بعد أن تم فتح الخطوط البحرية بين المغرب وإسبانيا وبدأت الحركة التجارية وكذلك لنقل وتنقل الأشخاص تستعيد قوتها بين الضفتين، سواء بين ميناء الجزيرة الخضراء وكذلك ميناء طريفة، بين ميناء طنجة المدينة وميناء طنجة المتوسط. شكرا لك صديق بنزينة، كنت معنا مباشرة من ميناء الجزيرة الخضراء. في الخبر الاقتصادي، المخزون الطاقي للمغرب في هذا الظرف الموسوم بالأزمة مشابه لما كان عليه الحال خلال السنوات 20 الماضية، التأكيد هنا لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمام مجلس المستشارين. ليلى بن علي تطرقت أيضا لأسعار المحروقات وأهمية الانفتاح على الطاقات المتجددة وتنويع الأسواق الدولية. روبرتاج مصطفى السعدوني والتحرير لبشرى رائف. ردا على أسئلة المستشارين، قدمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أجوبة متفائلة حول المخزون الوطني من مواد الغازوال الفيول وغاز البوتان، والذي قالت إنه لم يتغير بالرغم من الظرفية الحالية. كانوا طبعا تساؤلات على المخزون الاحتياطي في المغرب والاستراتيجية الوطنية الطاقية، وتكلمنا على الاستراتيجية الوطنية الطاقية بما فيه طبعا المشاريع اللي كنسرعوا فيها في الطاقات المتجددة، بما فيها مشروع نور ميدلت، بما فيه المشاريع ديال 400 ميجاوات ديال الطاقه الفوتوضوئيه، تسريع في المشاريع ديال الغاز الطبيعي، وتسريع ديال المشاريع في الطاقات المتجدده والنجاعه الطاقيه، لانه انا اكدت انه النجاعه الطاقيه خصنا ناخذها بكل جديه في هذه المرحله المقبله.
بنفس النظرة التفاؤلية ثمنت الأغلبية الجهود المبذولة في هذا المجال، في حين انتقدت المعارضة الزيادات في فواتير الكهرباء مع ارتفاع أسعار المحروقات. ديالنا اللي قطعت واحد الأشواط مهمة في الطاقة المتجددة، لأن الميكس الآن غادي يكون في 37% مع هدف الوصول إلى 52%، والآن البلاد ديالنا كتوفر على واحد المؤهلات اللي هي مهمة فيما يخص الهيدروجين، لأن عند المجيز الطاقي الشمسي وعندنا الريحي وعندنا البنية التحتية وعندنا نسيج وطني اللي بيبين على الحنكة ديالو في هاد الطاقة المتجددة. المغرب يعيش واحد الأزمة اقتصادية جراء ما يجري في العالم، فيجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ضمان المخزون الطاقي والمخزون الغذائي للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. بعد 8 سنوات على الحريق الكبير الذي أتى على أزيد من 800 محل تجاري بالمركبة التجارية المغرب الكبير بالناظور، آلاف التجار ما زالوا ينتظرون فتح أبواب المركب الموصد رغم إعادة بنائه وراء التأخر، عراقيل إدارية ونزاع قضائي كما سنتابع في ربورتاج فؤاد عزوزي ومحمد حشوب. هذه الصور تعود إلى سنة 2014، تاريخ الحريق المهول الذي أتى على أكبر مركب تجاري بمدينة الناظور. البناية احترقت بالكامل رغم محاولات الإطفاء برا وجوا. حريق التهم 872 محلا تجاريا. بعد 8 سنوات تم إعادة بناء مركب جديد، لكن الأشغال توقفت سنة 2019 بسبب دعوى قضائية بين المستثمر السابق والشركة المكلفة بإنجاز المشروع. مدة عام ونص صدر الحكم ديال الاستئناف اللي كان فيه المنطوق الحكم إصلاح المحل، الحكم على شركة العمران في شخص ممثلها القانوني بإصلاح محلات الجهة المدعية وإرجاعها للحالة التي كانت عليها قبل الحريق. بعد سنوات من النزاع القضائي، بناية سوبر مارشي أو المركب التجاري المغرب الكبير أقيمت على مساحة تزيد عن 30,000 متر مربع، وشارك في إعادة بنائها 14 مؤسسة بمبلغ إجمالي يناهز 167 مليون درهم. الصفقة الأولى اللي لونسيناها نتاع الكهرباء ديال المركب التجاري بواحد المبلغ يقدر ب 14 مليون ديال الدرهم، واحد مده الانجاز ديالو تقريبا 7 اشهر ان شاء الله باش ينتهي، هذا راه انطلق. والمشروع الثاني اللي في طور المصادقه عليه هو الاشغال الفنيه اللي تبلغ القيمه ديالو حتى هو 15 مليون ديال الدرهم، ومده الانجاز ديالو 4 اشهر. والصفقه الثالثه اللي هي في طور الاعداد ديالها اللي غنطلقوها ان شاء الله في الايام المقبله، تقدر القيمه ديالها بواحد 33 مليون ديال الدرهم. في انتظار انجاز الصفقتين المتبقيتين لاتمام اشغال المشروع الذي طال انتظاره، اشغال كهرباء المركب التجاري مستمره ليتمكن التجار من العوده الى محلاتهم واستئناف انشطتهم بالمركب التجاري المغربي الكبير الذي كان يعد من بين اكبر المركبات التجاريه على الصعيد الوطني. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا بغية توثيق وجرد التراث الفريد للمملكة، تم إطلاق علامة تراث المغرب. وفي فقرة نبض المجتمع، سعاد عتراوي تحدثنا عن عودة صلاة التراويح إلى مساجد المملكة. بحديقة التجارب النباتية بالرباط أطلقت أمس علامة تراث المغرب، خطوة بغرض توثيق وإدراج وجرد التراث الفريد للمملكة وكذا المعارف والخبرات المادية واللامادية الوطنية، وحفظ للذاكرة المغربية وحماية لها من الأطماع. نادية أحتة. شهر التراث الذي يستمر إلى غاية 18 من ماي سيعرف تنظيم عدة أنشطة وتظاهرات ثقافية وفكرية تهدف إلى تثمين وصون التراث الوطني وكذا التعريف به. نصالحوا مع التراث ديالنا، نعرفوا بالتاريخ ديالنا، نعرفوا بهذا يعني الغنى اللي عندنا في الصعيد على صعيد المملكة المغربية. وهناك مجموعة ديال المبادرات، قلت اولا تنشيط هذا التراث المادي، مجموعة ديال لاكسيون اللي سميناها حنايا لاكسيون كولتوريل، يعني مجموعة ديال الأنشطة غتكون باش يكون واحد الاهتمام كذلك من الأطفال. ولحماية التراث المادي وغير المادي من الاستعمال غير القانوني، تم التوقيع على مشروع علامة المغرب الذي سيوضع لدى جميع بلدان العالم ليكون مرجعا يؤكد ملكية المملكة. خلال هذا الشهر ديال التراث ممكن الاستثمار في هذا التراث المادي وغنجي كذلك اللامادي باش نقويو كذلك المجال ديال السياحه. هناك ارتباط مباشر بالمجال ديال الثقافه والمجال ديال السياحه، فشحال ما
كان هناك واحد الاستثمار في شحال ما كان هناك واحد الاهتمام في هذا المجال، والا وغادي يكون هناك كذلك اهتمام بالمجال السياحي. وسيشهد شهر التراث احتفالات على مستوى جميع جهات المملكة عبر أنشطة تعكس خصوصية كل جهة، وستهم الأنشطة لقاءات وورشات وزيارات لمباني ومواقع أثرية. تسحروا فإن في السحور بركة، فوائد هذه السنة نستعرضها في فقرة الصحة في رمضان مع أمينة خبب. السحور تنستعدوا به اليوم الموالي، فبالتالي خصو يكون فيه وجبة متوازنة اللي غتمكننا باش أننا نكونوا في صحة جيدة ونقدروا يكون عندنا مصدر الطاقة نشتغلوا به طيلة اليوم. خصو يكون فيه نشويات هما مصدر الطاقة، خصو يكون فيه شي بروتينات بحال الرايب ولا حليب ولا شي بيضة، ويكون فيه حتى مصدر ديال الأملاح المعدنية والفيتامينات اللي غتساعدنا بأننا نحاربوا التعب بحال مثلا فواكه أو عصير. وما نساوش شرب الماء، الماء مهم بزاف لأن النهار صيام طويل باش ما يجيناش العطش. نحاولوا ما أمكن ما ناخذوش الحاجة الحلوة بزاف، سكريات كثيرة، لأن السكريات كثيرة غتحفز البنكرياج وغتجيب لنا الجوع وفي نفس الوقت غادي تجيب لنا العطش. دونك فبالتالي نهتموا بهذه وجبة السحور وما نهملوهاش، وناخذوها في أكثر وقت متأخر ممكن مباشرة قبل الفجر. سنة أخرى تميز الشهر الفضيل ويحرص عدد كبير منا على أدائها منذ الليلة الأولى لرمضان، صلاة التراويح التي غابت قصرا لمدة عامين بسبب الجائحة، لتفتح أبواب المساجد أخيرا هذه السنة في وجه المصلين، وهو موضوع فقرة الثلاثاء نبض المجتمع مع سعاد زعتراوي. أهلا بك سعاد. أهلا رحمة. إذا صلاة التراويح تعود أخيرا بعد عامين من التوقف. نعم رحمة، عادت دفء لبيوت الرحمن بعدما طال اشتياق النفوس لها. هجرت المساجد قصرا خلال العامين الماضيين بسبب ظروف الحجر الصحي. اليوم وبعد شوق كبير لصلاة التراويح أو صلاة القيام بالمساجد، جاء رمضان هذه السنة ببشرى فتح المساجد لأداء صلاة التراويح، وذلك بعدما فتحت أبواب الأمل في عودة الحياة إلى مجاريها. الإقبال على صلاة التراويح في المغرب من طرف الرجال والنساء والأطفال مشهد مألوف ومتوارث عبر الأجيال. صلاة التراويح بأبعادها المختلفة الروحية منها والإنسانية والاجتماعية تتجسد في مسجد الحي، تلك اللحمة التي تجمع سكان الحي ببعضهم وتبقيهم على قيد التآزر. حيث ظلت هذه الأجواء الروحية في الشهر الكريم تشهد للمغاربة تمسكهم بالدين وبالقيم، ورمضان يرتبط في الذاكرة الشعبية المغربية بتقاليد وعادات لم ينل منها الزمن إلا اليسير. أما الإقبال على المساجد من أجل الصلاة فترتفع وتيرته ونحن مقبلون على العشر الأواخر من رمضان. وبالحديث عن المساجد سعاد، بلادنا تتوفر على عدد كبير من هذه المساجد موزعة على مختلف أحياء المدن. رحمة، أيام قليلة فقط قبل الشهر الكريم وبأمر من أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس فتحت أبواب 26 مسجدا، واحدة شيدت وأخرى أعيد بناؤها أو تم ترميمها. وحسب أرقام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن عدد المساجد بالمملكة يبلغ أكثر من 51 ألف مسجد وقاعة للصلاة، وبهذا العدد يتصدر المغرب ترتيب الدول المغاربية من حيث عدد المساجد. الألاف من المصلين يقصدونها وخاصة في شهر رمضان طلبا للإحساس بالأمن الروحي وللإطمئنان القلبي والاستمتاع بتلاوة القرآن. وهنا لابد أن نشير أيضا إلى المقرئين المغاربة الذين ذاع صيتهم عربيا، فالمغرب يزخر بأصوات دافئة توجد عدة قراءات قرآنية يلمع نجمها في رمضان، حتى أصبحت أسماء بعض المقرئين مرتبطة بصلاة التراويح. شكرا لك سعاد على كل هذه المعلومات، وإلى الأسبوع المقبل. في أمان الله. ورمضان شهر القرآن، فيه أنزل وفيه يتضاعف الإقبال على تلاوته وحفظه. قلعة مجونة تخصص ملتقى ليالي رمضان لتشجيع الأطفال والشباب على تلاوة وترتيل القرآن الكريم بالاعتماد على رواية ورش عن نافع. نتابع مع نزهاب عزيزي والحسن بالعلي. عطاء تايك اسم على مسمى،
تفوق دراسي كبير وقراءة وترتيل للقرآن الكريم. عطاء تحفظ كتاب الله عز وجل وتشارك في مسابقات التجويد. كنبغي نقول للناس انهم يتشبتوا بالقران الكريم ويقراوه لانه كينير القلوب ديالنا وكيقربنا بالله سبحانه وتعالى وبالتوفيق لجميع المشاركين والمشاركات. كانت مرتبطه بالقران 3 سنوات هذه، شاركت في النسخه اللي كانت فاتت وما حالفهاش بطبيعه الحال، ولكن الحمد لله هي ديما فائزه لان احنا الهدف الرئيسي اللي عندنا هما ان وليداتنا يرتبطوا بكتاب الله عز وجل خصوصا في هذه الايام الرمضانية الإيمانية. إن للمتقين مفازا. تشارك عطاء وأقرانها في النسخة الرابعة لملتقى ليالي رمضان آيات بينات قرئت بأصوات الجيل الناشئ. العزيز الحميد. قواعد الترتيل والتجويد وفق رواية ورش عن نافع، ثم كذلك الأداء الصوتي، والحمد لله كما ذكرت أن مستوى ديال المتابعين مستوى مشرف. القرآن الكريم يجب أن نجعله في قلوب الناشئة، وهذا ما رأيناه وشهدناه في قلعة بقونة، حيث أن الساكنة كلها تحركت من خلال هذه الليالي الروحية الربانية. ليال روحية توجت الفائزين تحفيزا لهم على التشبت بالذكر الحكيم، والختام أمداح وابتهالات. لا إله إلا الله يداوي حالي. في الخبر الرياضي، الأنظار تتجه نحو جوهانسبورغ الجنوب إفريقية التي تحتضن عشية يوم الثلاثاء قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي ستحتضنها الكوت ديفوار المنتخب الوطني المشارك في هذه النهائيات، إلى جانب 47 منتخبا إفريقيا وضع في التصنيف الأول لهذه القرعة التي ستنطلق عند 5:30. في ختام النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها: غارة جوية إسرائيلية على جنوب قطاع غزة، وتوتر في الحرم القدسي على خلفية اقتحامه من طرف قوات الاحتلال الإسرائيلي. الحركية تعود إلى مختلف القطاعات المرتبطة بالملاحة البحرية بعد فتح الخطوط بين المغرب وإسبانيا. معنا مباشرة من ميناء الجزيرة الخضراء كان مبعوث القناة الصديق بن زينة. أسعار المحروقات والمخزون المتوفر من هذه المادة أمام مجلس المستشارين في حصة الأسئلة الشهرية الشفهية. وبعد إغلاق قسري لسنتين، أبواب المساجد تفتح مجددا لإقامة صلاة التراويح. كان ذلك موضوع فقرة نبض المجتمع مع سعاد زعتراوي. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزان.ما أو تطبيق ماي دوزان. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.